أيها الإخوة حضورنا الكريم، أسعد الله صباحكم هذا بكل خير. من موقعي ميدان الطي دائما ننقل لكم هذه الأحداث الجميلة والمميزة من هذا الموقع الجميل، حيث ننقل لحضراتكم وقائع سباق هذا اليوم الذي خصص لسن لذاع. المسافة هي 4 كيلومترات ضمن دعمي واهتمام قيادتنا الرشيدة، مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل هيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وتوجيهات أخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، واهتمام ودعم لا محدود من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفظهم الله ورعاهم دائما وابدا ذخرا لهذه الدولة العربية الأصيلة. أيها الإخوة، الشكر دائما موصول لنادي دبي لسباقات الهجرة السادس وصلت الشانية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم محمد بن سعيد بن حلوة. هنا الحذر لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وأحمد بن سلطان بن رشيد. الله يا المري، الله يا ابو محمد، او حيش في المركز الاول، او حيش مسيطر على مقدمة الشوط. ما شاء الله تبارك الرحمن، تبارك الرحمن على هذا المال الكريم والجميل. انما الملاحقة هنا من خيال 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 خيال. هل سوف يتحقق الخيال؟ ايها الخيال الجميلة، هل سوف تتحقق الامور لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب واحد شبابنا بالحقيقة أحمد بن سلطان بن رشيد؟ ولكن وحيشة خيال، وحيشة خيال خيال، وحيشة. الثلاثمية متر الأخيرة وبقول سلام ولا اللحظات الجميلة. خيال والهض، وحيشة وحيشة خيال خيال وحيشة. الميتين المتر الأخيرة سعيد بن محمد المري يقدم وحيشة في المركز الأول. هي من تسيطر على مقدمة الشوط، هي من تسيطر على المركز الأول وعلى الشوط. تهانينا والناموس والسلام، سلام عليكم كافة وين ما يسكن. سعيد بن محمد المري بمناسبة فوز وحيش بالمركز الأول. خيال في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم طلب محمد بن خلفان لغويص المركز الثالث الشهرية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. المركز الرابع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. المركز الخامس لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم. المركز السادس هنا للشيخ فيصل بن حمد بن جاسم. المركز السابع أيها الإخوة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. أوحيش أيها الإخوة، أوحيش، تولعت تولعت، تحببت للناموس. تهانينا لسعيد بن محمد المري بمناسبة فوزه في المركز الأول وبالشوط الأول الرئيسي 6:17 16 جزم الثاني. تهانينا يا أبو محمد والناموس.